السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الكابلات والكتالوجات بتاعتها، وكليني مثلا في المعرفة كنت أقول لك مثلا الكابل ال 10 مللي ممكن نحمل لحد 35 أمبير. طب إزاي؟ ده أنا فتحت الكتالوج ولقيته 60 أمبير و70 أمبير، أنت إزاي جبت الأرقام دي؟ بداية الأول تعالى بس نشوف كتالوج الكابلات ونعرف إيه الفرق بين الأرقام اللي أنت بتستخدمها والأرقام اللي موجودة في الكابلات. فلو فتحنا مثلا مرجع الدكتور محمود جيلاني هلاقي هنا كتالوج الكابلات، ده مثال لكتالوج الكابلات. طبعا هي كابلات بتستخدم في اللو فولتج اللي هو اقل من 1 كيلو فولت كفي لاين او 600 فولت كفي فيز. نوع الكابلات ديت مالتي كور كيبلز، يعني كابلات دبل كور او 3 كور او 4 كور. With stranded copper conductors، يعني الكوندكتور اللي جوه stranded يعني مجدول او متضفر. كابر كوندكتور مش الومنيوم. بي في سي طبقه العزل على الفازه من البي في سي، والاوتر شيث اللي هو الشيث الخارجي برضو من البي في سي. الطبيعي في اي كتالوج لما نيجي نبص عليه هنلاقي ان اول كولوم ده خاص بالشركه، بيبقى كود معين او حاجه خاصه بالشركه، يعني الناس اللي شغالين في الشركه هم بس اللي فاميليار بيه. العمود الثاني بيقول لي النومينال، حاول اكبر لكم الخط شويه، بيقول لي النومينال كروس سكشنال اريا. ده الكروس سكشن اريا، هنلاقي ان الكروس سكشن اريا الستاندرد اللي موجوده في الشركه ديت او في الكتالوج دوت. هلاقي هنا في حاله التو كور كيبل اللي بيستخدم طبعا في السنجل فيز، وعندي هنا 3 كور كيبلز ودي بتستخدم في حاله 3 فيز والدلتا طبعا، وال4 كور كيبلز بتستخدم في حاله 3 فيز الستار. عنده 1.5 و2.5 ملم مربع، دي الكروس سكشن اريا ما ننساش. 4 6 10 16 اند سو اون بالمنظر دوت. دي الكابلات بتاعت الدلتا، ودي كابلات ال4 كور كيبلز اللي هي بتستخدم في حاله الستار. طبعا دي عباره عن سامبلز، كتالوجات الكابلات تبقى مليانه يعني سطح وارقام، وكل واحده من دولت مثلا ثلاث اربع انواع والكلام ده كله. طبعا ديت هي الامبيدنس، ديت الامبيدنس بتاعت الكابل في حاله الدي سي، ديت يعني الريزيستنس بتاعته من الاخر، لان ديت في حاله الدي سي ما فيش غير الريزيستنس. بينما ديت هي الاي سي امبيدنس زد كلها، وديت بتبقى اوم لكل كيلو متر، يعني ده مقاومه الكيلو متر الواحد. مقاومه الكيلومتر الواحد هتيجي يعني ممكن يجي سؤال في دماغك قاسوها ازاي، او احنا لما بيجي نعايرها هل هنقيس كيلومتر كامل؟ لا، على ما اذكر ان هي بناخد متر واحد من الكابل بس بنحطه في درجه حراره 70، ممكن ميه سخنه مثلا ولا حاجه او فرن، المهم نرفع درجه حرارته ل 70 درجه سليزيوس، ودرجه مقاومه المتر الواحد عند درجه حراره 70 تكافئ تقريبا مقاومه الكيلومتر عند درجه حراره ال 20. ديت هي الامبيدنس بتاعتنا بالاوم للكيلومتر. ده الكرنت ريت، ده بقى اسمه اللي احنا بنسميه باسم امباستي. امباستي مش كاباستي، امباستي اللي هي سعه الكابل. سعه الكابل هي الارقام اللي موجوده في الكتالوجات، بينما الكرنت كارينج كاباستي او السي سي سي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الكليه، الكرنت كارينج كاباستي دي هي عباره عن حاصل ضرب الامباستي اللي انت هجيبها هنا من الجدول دوت مضروب في حاجه بنسميها باسم دريتنج افكت. خلينا بس نفهم الاول، بيقول لي ليه الدايركت ان جراوند، ودي يمكن الاحوال العامه للكابلات، محطوط مباشره في الارض، يعني الكابل هيتدفن تحت الارض. نبقى نتكلم على طريقه الدفن والحاجات العوامل اللي ازاي بندفنها. يعني مثلا لو حطها مثلا اول لاير 10 سم رمله ناعمه ومتكوكه، ليه ناعمه؟ طبعا عشان ما تطقرش في الكابل وتعصر الكابل تعمل لنا مشكله. ليه بندكها؟ عشان ما يحصلش هبوط للكابلات والكلام ده كله، هنتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل في فيديو ثانيه. لو جينا مثلا بصينا هنا على مثلا سي ال 25 مللي، فهنلاقي ان احنا دفناها تحت الارض هنلاقيه 139. ليد ان دكت، دكت يعني زي المواسير، الدكت هيتحط في دكت، الدكت بقى جوه الحيطه في السقف في الارض، ما دام الكابل اتحط جوه دكت فاحنا بنشتغل من الكولوم دوت. ليد ان فري اير يعني مترقد في الهواء، كلمه ليد يعني بيتم ترقيده، ترقيده يعني باللغه العربيه في الهواء، فالترقيد دوت بيكون على كيبل تريز اللي هي حوامل الكابلات. حوامل الكابلات عشان ممكن اوريكم صور ليها لما نوصل لها. الاوفرول ابروكسيميت دايامتر القطر بتاع الكابل، ودي بتفيدني في عرض الكيبل تري. لما اجي احط الكابلات فانا بحط كابل واسيب مسافه كابل، واحط كابل واسيب مسافه كابل، واسيب في الاول نص كابل وفي الاخر نص كابل، فعشان احسب العرض بتاع الكيبل تري لازم اعرف الدايامتر بتاع الكيبل تري. طبعا لو رزقت الكابلات في بعضها
هيدخلنا في الديليتنج فاكتور. طبعا ده الابروكسيميت ويت ده علشان مش هيفرق معايا لو انا حاطه صراحه تحت الارض، لكن يفرق معايا لو حاطه على كيبل تري، يعني الفيكستشرز او هتثبته قد ايه الاوزان ديت على حسب وزن الكابل، ودي مش شغله مهندس كهرباء. طيب ديت اللي احنا بنسميها الامباستي. طيب الامباستي الكابل بيتعرض لكام دريتنج فاكتور؟ لو جينا هنا بصينا الدريتنج فاكتور لسه كاتبها لكم، فاحنا لو حطينا الكابل على حوامل الكابلات او على الكيبل تريز اللي هي سراير الكابلات بيبقى عندي 2 دريتنج فاكتور، 2 فقط دريتنج فاكتور. الدريتنج فاكتور الاولاني اللي احنا بنسميه الامبيانت تمبريتشر، درجه حراره الجو. خلي بالك كل ما هتزيد درجة حرارة الجو كل ما هنضطر ان احنا نقلل في الساعة الامبيرية للكابل، يعني ما اقدرش احمل الكابل بالقيمة اللي مكتوبة. طبعا القيمة اللي مكتوبة للكابل ديت عند الظروف الستاندرد عند حوالي درجة حرارة 25 مثلا ولا حاجة، طب لو عند 50 ممكن تلاقي ريتنج فاكتور 0.7. يعني لو الكابل مكتوب في الامباستي اللي هي الساعة اللي انت جايبها من الكتالوج 100 امبير والدريتنج فاكتور بتاع درجه حراره الجو 0.7، اذا 100 في 0.7 يبقى احنا بنتكلم على 70 امبير، ما حملش الكابل اكتر من 70 امبير. التجاور او الجروبنج، يا ترى انت حاطط الكابلات جنب بعضها ويا ترى عاملهم لير واحده على الكيبل تري ولا حاطط لير وفوقها لير وفوقها لير اند سو اون، فالتجاور دوت كمان بيأثر على الكيبل تري. لكن لو ليد ان جراوند، لو مدفون في الارض، فعندي 4 دريتنج فاكتورز. ايه الاربعه دريتنج فاكتورز دولت؟ الاربعه دريتنج فاكتورز، اول حاجه التجاور، يا ترى الكابل مدفون لوحده ولا جنبيه كابل كابلين 3 10 بالمنظر دوت. السويل تمبريتشر، درجه حراره التربه نفسها، هل هو مدفون في كندا مثلا دوله بارده في جليد كتير، وبالتالي الدريتنج فاكتور مش شرط دايما يكون اقل من الواحد. يعني لو انا مثلا دفنه في اسوان مثلا ولا حاجه درجه حراره عاليه جدا، وبالتالي ممكن مثلا درجه حراره مثلا او دريتنج فاكتور مثلا 0.7 المياه 75 امبير، ده دفنها في كندا ممكن تلاقي دريتنج فاكتور 1.2، يعني 1.2، يعني ساعتها ممكن تحمل الكابل اللي الامباستي بتاعته 100 امبير ممكن احمله ب 120 امبير. عمق الدفن، وخلي بالك كل ما تعمق في الدفن، بس ديت حاجات ستاندرد يعني، لكن كل ما اعمق في الدفن انت بتكتم على الكابل، يعني كل ما انزل لتحت هيبقى اكن الهيت ديسيبيشن اللي هتتكون جوه الكابل عشان تتبرد او يطلع لبره، لا انت قافل عليها، وبالتالي الهيدريتنج فاكتور هيقعد يقل. يعني كل ما تعمق بعمق الكابل كل ما الساعه الامبريه بتاعتك هتقعد تقل هي كمان. الثيرمال ريزيستيفيتي دي هنخليها في وقتها، اللي هي المقاومه الحراريه اللي هي ار ثيرمال، هحاول كده افكرك بيها كده من ماده الثيرموداينامكس. لو انت فاكر اللي هو كان في حاجه اسمها الحوائط المركبه، وكانوا بيشبهوا الهيت ترانسفير بالكهربيه، فكان يقول لك مثلا عندي حيطه هنا وحيطه هنا، دي عندها تي 1 ودي عندها تي 2، فكان الهيت اللي بتعدي واكنه كرنت، فرق الجهد هنا هو دلتا التمبريتشر، دلتا التمبريتشر على ار ثيرمال، على ار ثيرمال. ايه الار ثيرمال دي؟ زي ما انت بتجيب المقاومه الكهربيه برضو المقاومه الحراريه. المقاومه الحراريه هي عباره عن رو ثيرمال، هي دي بقى، هي دي الثيرمال ريزيستيفيتي اللي احنا بنتكلم عليها، ديت هي الرو ثيرمال في اللينس. اللينس اللي هو المسافه اللي هتمشيها الهيت، مقسومه على الكروس سكشن اريا العموديه على اتجاه الهيت. باللوجيك كده كل ما الرو ثيرمال تزيد، يعني الكابل اهو وليكن هو القلم دوت مدفون والتربه اللي مدفون تحتها ليها رو ثيرمال، كل ما تكون الريزيستيفيتي عاليه. يعني ايه ريزيستيفيتي عاليه؟ يعني الريزيستنس الحراريه عاليه، وبالتالي هنا ده ليه تمبريتشر 1 ودرجه حراره السطح ليها تمبريتشر 2. الهيت اللي هيطلع، انا يهمني الهيت دي تطلع كلها، انا عايز الكابل ده يتبرد بقدر الامكان. فكميه الهيت ديت لما اجي اقسم على الريزيستنس، كل ما الريزيستنس هتزيد يبقى معناها اكنك حاطط، يعني اكنك بتعزل، اكنك كاتم على الكابل. فكل ما الريزيستنس دي لنفس سكنس التربه، كل ما الرو ثيرمال بتاعتها بتزيد ده معناها الريزيستنس بتزيد، لان الار بتتناسب مع الرو. الار هتزيد وبالتالي التسريب الحراري اللي هيطلع من الكابل للسطح هيقل، فالكابل يسخن اكتر، وبالتالي ممكن تلاقي دريتنج فاكتور مثلا توصل لنص، عكس لو رو ثيرمال قليله ممكن تلاقي دريتنج فاكتور 1.1 1.2. تعالى كده نشوف الامثله. لو جينا فتحنا المرجع بتاع دكتور جيلاني مثلا، مدينا هنا بعض الامثله، فبيقول لي هنا ده تصحيح التحميل حسب درجه حراره الجو، ده جدول 4-7. التصحيح حسب درجه ده في حاله ان هو يكون محطوط في الجو، يعني ليد ان اير. لو نوع العزل بي في سي، لو نوع العزل كروس لينكد بولي ايثيلين او البولي ايثيلين التشابكي، ففي حاله البي في سي لو بصينا هنا هنلاقي عند ال 35 واضح للشركه دي ان الستاندرد، يعني تاخد الرقم من الجدول ما تضربوش في حاجه، لو درجه حراره الجو كام؟ 35.
مفيش اي تريدنج فاكتور. لا ده لو 40 تبقى تضرب في بوينت 3993، يعني لو هو مكتوب عليه 100 امبير اخرك 93 امبير. طيب لو هو 45، لو 50 تقريبا ثلاث ارباع، يعني خسرت ربع الساعه الامبيريه الكامله. بعد ما اضرب الامباست في الدوريتنج فاكتور اللي بنحصل عليه في الاخر اسمه الكارنت كارينج كاباست اللي انت سيرتك بتصمم. طيب الكروس لينكد بولي سيلين، خلي بالك هنا برضو البي في سي ودي ميزه البي في سي هنا، بص 1.13 هنا 0.65. في الدول الحاره، في الدول الحاره يفضل استخدام الكروس لينكد بولي سيلين. ليه؟ هتلاقيه كل ما الحراره بتزيد ما بيقلش قوي، يعني هنا 0.65 بينما هنا خسرنا بس 20% لانه بقى 0.8 ده الريتنج فاكتور. بينما في الدول البارده يفضل استخدام البي في سي، يفضل استخدام البي في سي لان الريتنج فاكتور. تخيل قلت لك مثلا انت شغال في درجه حراره الجو 25، ده محترمه جدا، ده الريتنج فاكتور 1.13 ده لو كان كامل كام؟ بي في سي. ساعتها يعني لو مكتوب على 100 امبير لا مسموح انك تحمله لحد 113 امبير. طيب ده بالنسبه للكابلات، جدول 4 8 بيتكلم على كابلات لو مدفونه في التربه، درجه حراره التربه نفسها. وزي ما برضو بناخد بالنا في الدول البارده يفضل استخدام بي في سي، في الدول الحاره يفضل استخدام الكروس لينكد بولي سيلين لانه ما بينزلش بصوره كبيره جدا. فدي درجه حراره التربه على حسب نوع العزل نفسه، وواضح هنا ان الستاندرد هنا للتربه عند 40. طيب عمق الدفن، عمق الدفن في جدول 4 9 لو مدفون على عمق 50 سم 60 80، خلي بالك كل ما هتنزل في العمق كل ما هتلاقي الدريتنج فاكتور عمال يقل معاك لانك بتكتم في الاخر على الكابل. وبالتالي طبعا لا انت مش في مزاجك ان اللو فولتج ليه رينج بندفن فيه، الميديوم اند سو اون بالمنظر دوت، فلازم التزم في نفس الوقت ابقى عارف ان انا كل ما ازود في الحفر غير التكلفه بتاعت الحفر والكلام ده كله كمان بيأثر معايا في الدريتنج فاكتور. من لو الكابل 70 ملم مربع او اقل هشتغل من اول كولوم. طب لو 95 ملي مثلا 150 ملي لا هشتغل من الكولوم الثاني لحد كام؟ 240 ملم مربع. لو الكابل 300 او اكتر هشتغل من الكولوم الثالث واشوف عمق الدفن واجيب الدريتنج فاكتور. كده احنا شفنا دريتنج فاكتور اتنين للتربه، درجه حراره التربه وعمق الدفن، وشفنا دريتنج فاكتور لدرجه حراره الجو. الحراره النوعيه او الثيرمال ريزيستيفيتي، خدت بالك كل ما الرو بتزيد كل ما الرو بتزيد الرو ثيرمال بتزيد. دي بيقيسوها في معمل زي معمل القياسات والمعايره مثلا في هندسه القاهره، بيجيبوا تو سلندرز باستلتين او ممكن نقول برميلين، وبنطحن التربه وبيحطوها ما بين التو سلندرز، يعني في سلندر واحده هنا وفي سلندر حواليها اكبر شويه، وما بين التو سلندرز بنحط التربه دي بنكسرها وبنحط التربه دي، بناخد عينه من التربه يعني بنحطها، وبنجيب هيتر او مصدر للحراره بنحطه في النص ونبدا نشغل الهيتر ده، فيبدا يتنقل الحراره لحد الاسطوانه الاولانيه ثم تمشي بالتربه تطلع الاسطوانه الثانيه، عن طريق ان احنا بنجيب ثيرموكابل وبنقيس فرق درجات الحراره ونقعد نرسمها لحد ما يحصل ساتوريشن. خلاص يعني درجه حراره تي 1 فرق التمبريتشر، في الاول فرق التمبريتشر بيقعد يزيد يزيد يزيد، وبعد كده التمبريتشر رايز او فرق درجه الحراره بيبدا يثبت عند الثبوت دوت، بناخده وبنحسب منه قيمه عن طريق تعويض في فورمولا، يعني نحسب منه قيمه الرو. لو الرو قليله فدي ميزه، معناها ان سهل جدا يحصل هيت ديسيبيشن وبالتالي هنا ممكن يبقى الرقم اكبر من واحد. طيب نرجع تاني للجدول بتاع التجاور. لو احنا بنتكلم على ليد ان اير محطوط في الهواء، يعني موجود على كيبل تري مدفون افقيا، معامل تصحيح للمجموعات الافقيه، مجموعات افقيه انا محطوطه جنب بعضها، المجموعات الافقيه اللي هي بتتحط جنب بعضها. طيب انا حاطط مثلا 8 كابلات جنب بعضهم، يبقى اجري هنا شايفين من 6 ل 8 ديت اهو، اخد الرقم دوت بينما انت حاطط 8 كابلات، بس انا حاطط 8 وحاطط لير تاني فيها 8 فوقيها، يعني حاطط 16 كابل 8 و8. الراسي التجاور الراسي هنا بنقول عليه مجموعتين، يعني هنا في تجاور راسي كمان 0.8، يعني تخيل لو انت حطيت 8 كابلات على الكيبل تري لازقين في بعض وحطيت 8 فوقيهم، 8 افقيا يبقى هضرب في 0.72، وكمان في مجموعتين راسيتين يعني كابلين فوق بعض، كابلين فوق بعض يبقى هضرب كمان في 0.8، يعني تقريبا 0.72 في 0.8 بتتكلم على 56%، يعني الكابل تقريبا طار نصه، كل الكابلات 16 كابل دول اللي انا بتكلم عليهم في المثال تقريبا كل واحد مش هنحمل اكتر من 56%. طيب التجاور تحت الارض على حسب هم تاتشنج، يعني الكابلات لامسه في بعضها ولا في بينهم سبيسنج ولا 15 سنتي ولا سبيسنج 30 سنتي. طبعا كل ما بتزيد سبيسنج ما بين الكابلات كل ما الريتنج بيقل شويه، يعني اقدر استفيد بالكابل
بصوره كبيره. في رصتين للكابلات، رصه اسمها فلات ورصه اسمها تري فويل. الفلات اللي هو الكابلات تبقى يعني لازقه في بعضها، يعني مثلا عندي خمس كابلات بالمنظر ده او ست كابلات، بينما التري فويل بيبقى شكلها هرمي بالمنظر ده. يعني ديت كده بنسميها دي فلات، الرصه اللي تحت ديت فلات، وديت طبعا هي اللي بنشتغل بيها. لكن في رصه ثانيه بيسموها التري فويل، اللي هو بحط الكابل في السبيس او في المكان اللي نازل ما بين الكابلين، شكلها هرمي، دي اسمها تري فويل. او سموها تريفل في اللعبه بتاعت الكوتشينه والحاجات ديت، لكن ديت هي الفلات اللي احنا بنشتغل عليها باي ديفولت. ناخد امثله علشان نفهم الكلام ده كله، وما ننساش القانون اللي تحت دوت مهم جدا. في قانون هنا اوريه لكم اللي هو الكرنت كارينج كاباستي اللي سيادتك هتشتغل بيها ما هو الا الامباستي، الباك الثاني الامباستي اللي احنا بنجيبها من الكتالوج، واضربها في حاص باي ديت زي سيجما. فاكرين سيجما؟ سيجما ديت اللي هي لما اقول لك سيجما الاكس يعني اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 اند سو اون. لكن باي، باي ده مش معناها 3.14 او 22 على 7، لا، هنا باي جاست زي سيمبل السيجما. باي هنا معناها حاصل ضرب، يعني هنا هضرب في دريدنج فاكتور 1، في دريدنج فاكتور 2، في دريدنج فاكتور 3 اند سو اون بالمنظر ده. ناخد امثله كده ونفهم هنشتغل ازاي. نرجع تاني، لو خدنا مثال بسيط كده في الاول، بيقول لي ما هو اقصى تيار في مثال 4 6 يمكن تحميله لكابل. اولا الكابل بي في سي لان العزل بيفرق معانا، 95 ملم مربع اذا كانت درجه حراره الجو 50 درجه. يبقى هنا الكابل 95، نركز في ديت، ودرجه حراره الجو 55 درجه. واضح ان الكابل طبعا الكابل مدفون لوحده. نجري على جدول الكابلات، لما اروح لجدول الكابلات هدور هنا على ال 95 مللي، هلاقي تحت في الجدول اهو ادي ال 95 مللي، ادي ال 95 مللي، و ليد ان اير لانه مترقد في الهواء، ليد ان اير احاول اشوفها هنا. لو خدتوا بالكم ليد ان اير هو العمود دوت، العمود قبل الاخير، وال 95 مللي هو التيار ده. ما اعرفش هتشوفوه دلوقتي ولا لا، اكبرها لكم شويه. ادي ال 95 مللي اهي، ال 95 مللي، ومرقده في الهواء، يعني مش للدرجه دي. تطلع 268. ادي ال 95 مللي. العمود الثالث دي 50 مللي، 200 اهي، ال 95 مللي اهو السطر الثالث من تحت هقطعه. ده كده ليد ان اير، ده ليد ان داكت، ده ليد ان انتو جراوند، يعني ده مدفون في الارض محطوط في داكت، ودوت مدفون. طبعا اللي هي 268 امبير، اذا الكرنت 268 امبير. يبقى التيار هنا هقول والله 268 امبير. طيب 268 درجة حرارة الجو كام؟ 95. 95 لو جيت هنا تاني، بس خلي بالك مش درجة حرارة التربة، درجة حرارة الجو. أرجع هنا لدرجة حرارة الجو 95 أهي، درجة حرارة الهواء بي في سي نوع العزل بتاع الكابل عند 50.75.76 أنا آسف 0.76، يبقى 268 في 0.76 أعتقد تطلع 203 أمبير. يعني جبت الكرنت أهو، الكرنت هنا 268 وضربتها في الدريتنج فاكتور اللي طلع لي دوت، يبقى ده 268 ده اللي اسمه الامباستي، وده الدريتنج فاكتور، وده اللي احنا هنسميها الكرنت كارينج كاباستي. مثال تاني، يا ريت في كل مثال توقف الفيديو وتحاول ان انت تحل المثال دوت. المثال اللي جاي يمكن لذيذ شويه لان فيه اكتر، فيه حوالي 3 دريتنج فاكتور. بيقول لك احسب التحمل الاقصى لكابل بي في سي 240 ملم مربع، الكابل 240 ملم مربع نوعه بي في سي، مدفون في الارض في تربه درجه حراره التربه 50 درجه سليزيوس، دي التربه، على عمق اهو المثال اهو، على عمق 80 سنتي، عمق 80 سنتي بجوار كابلين، يعني يبقى عندي ثلاث كابلات بجوار كابلين، يعني هيبقى عندي ثلاث كابلات. نرجع الاول نجيب من الكتالوج ال 240 ملي، انا واقف دلوقتي عند ال 150 اهي، ال 240 اخر سطر. اول واحده هنا 435 امبير، ديت ليد ان جراوند، دي 435 امبير، دي اللي احنا بنسميها باسم الامباستي. طيب انا عايز احسب الكرنت كارينج كاباستي، عايز احسب الكرنت كارينج كاباستي، فقلت 435، عندي 3 دريتنج فاكتور في المثال ده. اول حاجه درجه حراره التربه، خلي بالك الكابل بي في سي
ومدفون في تربة، يبقى هاجي هنا على درجة حرارة التربة، درجة حرارة التربة الجدول اللي هو 4.8 بي في سي، ودرجة حرارة التربة 50 اهي شايفينها، ده يبقى هنا 0.82 0.82 الدريتنج فاكتور، ده اول دريتنج فاكتور بتاع درجة حرارة التربة. طيب ايه تاني؟ قال لك على عمق 80 سنتي، تعالى كده ننزل عند عمق الدفن اهو، الكابل بتاعنا 240 ملم مربع، انا هشتغل هنا عمق 80 سنتي، عمق 80 سنتي يعني 0.96 الدريتنج فاكتور، يبقى هضرب هنا 0.96 ده الدريتنج فاكتور نتيجه العمق بجوار كابلين، يعني الكابل بتاعي هيدفن بجوار كابلين، اذا عدد المجموعات المتجاوره هيصبح 3 كابلات بجوار كابلين، هنزل هنا 3 كابلات متجاورين تحت الارض وليكن فلات، انا اخترتهم ان هم فلات، فهيطلع لي 0.7 ده كده بجوار كابلين، يبقى هتبقى الحسبه بالمنظر دوت، واضح لكم كده، ده الكرنت كارين كاباسيتي هيساوي سعه الكابل، ده الفاكتور نتيجه درجه حراره التربه، وده نتيجه عمق الدفن، ودوت نتيجه التجاور مع الكابلات، يطلع لي من 435، شوف الكابل مكتوب عليه 435 بس بسبب الظروف ديت 435، هضربها في 0.82 في 0.7 في 0.96 يطلع الكابل 240 امبير، يعني مع انه يعني تقريبا نفس الاريا بتاعته، يعني طلع في الاخر الكابل يستحمل لحد 240 امبير. مثال لذيذ هختم بيه الحته ديت، بيقول لك لو عندك 18 كابل هتمدهم في الهواء على كيبل تريز، يعني يا ترى حطهم 2 في 9، طبعا الشكل ده يعني عملي الى حد ما، لكن الشكل ده مش عملي انك تحطهم 9 في 2، وهم كده في كام تجاور افقي بالراحه؟ دول كده 9 والراسي كام؟ 2، يبقى نطلع للشكل الاولاني كده ونشوف جداول التجاور على الكيبل تريز، ادي التجاور على الكيبل تري، هتلاقي هنا مجموعه من هم كام افقيا اول شكل؟ 9 او اكتر، دي 9 او اكتر مش اكتر من 9.7، يبقى اللي معمول بالمنظر ده اللي معمول بالمنظر الافقي هيبقى التجاور الافقي بتاعه 0.7. طب كم مجموعه راسيه؟ هو 2، لو جيت هنا على المجموعات الراسيه هلاقيها 0.8 يطلع لي 0.65، يعني الغاصه دي هتطلع لي تقريبا 56% من سعه الكاب، يعني الدريتنج فاكتور 56%. طيب الثانيه لا، ده انا عندي 9 راسي في 2 افقي، لو جيت هنا على المجموعات الراسيه الثانيه هلاقيها 0.66 بالمنظر ده 0.66، لكن كام افقي كانوا كابلين جنب بعض، يعني هضرب في 0.85 برضو هتلاقيها تقريبا 0.65، طبعا لو كانت 0.4 كنت اقول لك احسن، ده معناها ان في الاخر تعملهم 4 في 3 تعملهم 3 في 4 مش هتفرق، لان هو تقريبا نفس الموتشوال هيتنج بنفس الظروف، فالرصه مش هتفرق، لكن طبعا العملي ان احنا بنحط اكيد الافقي بيكون هو الاكتر، هكتفي بالجزء دوت، في جزء ثاني هتكلم فيه على الشورت سيركت كالكوليشن بالطريقه الثانيه اللي احنا بنسميها باسم الميجا فولت امبير ميثود. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.